والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم وأستأذنكم في أن نواصل ما بدأناه قبل يومين. انتقل اليوم في هذا اللقاء الثالث لمتابعة تدارس موضوع دور الأخلاقيات، أخلاقيات البحث العلمي في التراث الإسلامي. وقد كان في هذا المقعد في هذه المنصة العالم والخبير في التراث الأستاذ الجليل الزميل فيصل عبد السلام الحفيان، الذي استجزته ليجيزني فوعد ولم يفعل إلى الآن. وقد حدثكم أمس عن جوانب عديدة، خاصة ما يتعلق بتحقيق النصوص وما يفترض أن تكون للقائم عليها من مؤهلات، الشيء الذي لا يتحقق كما أكد ذلك في من يتصدى لهذه العملية في الوقت الحاضر. واليوم أواصل الحديث عن جوانب لها صلة بهذا الموضوع من خلال تجربتي الشخصية أستاذا لمادة الحديث الشريف تاريخا ومصطلحا، وقد انفقت ما يربو على 4 عقود ممارسا لهذه المهمة من أواسط السبعينات من القرن الماضي إلى اليوم. أشرفت خلالها على ما يزيد على 50 عملا تتفاوت قيمتها اعتبارا لتفاوت مستوى الطلبة. وأول شيء يمكن الإشارة إليه مدخلا للموضوع هو أن اختيار الطالب لموضوع الرسالة الجامعية هو أخطر عنصر في العملية، سواء تعلق الأمر بدراسة موضوع أو اختيار نص للتحقيق وهو موضوعنا. وأعتقد أن للمحدثين، كما ذهب إلى ذلك الأستاذ الجليل السيد فيصل الحفيان، للمحدثين السبق في ملامسة موضوع ناحية أخلاقيات أو الأدبيات كما يقترح الأستاذ. وقد يتأكد ذلك من خلال نظرة بسيطة في كتب المصطلح. يقول الخطيب البغدادي: لا يتمهر في الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده إلا من جمع متفرقه ولما إلف مشتته وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه، فإن ذلك مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحض الطبع. ويزيد هذه الفكرة توضيحا الإمام النووي رحمه الله حينما يذكر ضمن آداب المحدث، يقول: ينبغي للمحدث أن يعتني بالتصنيف وليحذر كل حذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، وينبغي أن يكون اعتناؤه في تصنيف بما لم يسبق إليه.
ويعتني السيوطي بالموضوع نفسه في كتابه المشهور التعريف بآداب التأليف، يقول: لا ينبغي لمصنف يتصدى للتصنيف أن يعدل عن غرضين، إما أن يخترع معنى وإما أن يبتدع وضعا ومبنى، وما سوى هذين فتسويد للورق. وقد نبه إلى أنواع التأليف الحافظ أبو الفتح اليعمري في كتابه العمدة عيون الأطر في فن المغازي والشمائل والسيار، حيث حصر أغراض التأليف في النواحي التالية: اختراع شيء غير مسبوق إليه، أو تتميم ناقص، أو شرح مغلق، أو اختصار مطول دون إخلال بشيء من معانيه، أو جمع متفرق متفرع، أو ترتيب وتنظيم شيء مختلط، أو إصلاح شيء أخطأ فيه من صنف فيه. وقد رأيت من نظم هذه الأغراض للتيسير على الطلاب، ونفس الشيء أظن تناوله حاجي خليفة في كشف الظنون، على أن أخطر ما يتصل بموضوعنا ظاهرة شاغلة هي ضعف الأمانة العلمية للطلاب، وقد وقفت على حوادث من ذلك كثيرة، بحيث يلجؤون إلى السرقات من مؤلفات من تقدمهم دون عزوين أو إحالة، ويسهلون ذلك، وكما ذكر الأستاذ الحفيان فإن الشيخ جوجل قد ساهم في شو هذه الظاهرة الشنيعة، حتى لا نكاد نقف على رسالة جامعية تخلو من السطو على أعمال السابقين. وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما يتعلق الأمر عندنا بطلاب الحديث الذين يفترض فيهم أن يكونوا متشبعين بالقيم والضوابط التي أصلها المحدثون، وهي التي تنطلق من التدقيق والتحري والتثبت والتزام الأمانة العلمية، لتتحقق لهم كما يقولون بركة العلم، لأن الانتحال والتدليس والتزييف والنقل دون عزوي إلى المؤلفين أعمال خطيرة حذر منها أوائل علمائنا، ونبهوا إلى وجوب عزو المنقول إلى صاحبه. ونذكر جميعا الفصل الماتع الذي عقده الإمام السيوطي في المزهر تحت عنوان: ومن بركة العلم وشكره هزو المؤلف الأقوال إلى مؤلفها، معقبا عليه بقول: ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزول لقائله من العلماء مبين كتابه الذي ذكره فيه. وقد ألف الإمام السيوطي كتابا مفيدا في هذا الباب عنوانه: الفارق بين المؤلف والسارق. ولعلكم تذكرون أن قضية السرقة لمؤلفات الآخرين وادعائها قضية قديمة متناسلة لم يخلو منها عصر من العصور، فقد أشار إلى المرزوباني حيث اتهم محمد بن حبيب لأن ممرأة، فلذلك لا يجوز صرفه، وقد سمعته مصروفا عند كثيرين. اتهمه بالإغارة على كتب الآخرين ويسقط أسماءهم، وابن حبيب البغدادي من رجال القرن الثالث توفي 245، واتهم أبو بكر بن الأنباري وهو من رجال القرن الرابع توفي في 328 سرقة كتاب
الظاهر من كتاب الفاخر المفضل بن سلمة المتوفى أواخر القرن الثالث الهجري، واتهم الإمام السخاوي الإمام المقريزي بأنه سرق كتاب الخطط من خطط الأوحادي المتوفى 611. مرحبا بالدكتور. ولم يسلم السخاوي نفسه من التهم التي وزعها يمينا وشمال في كتابه الضوء اللامع، لم يسلم من اتهامه بالسرقة فقد نسبها إلى الإمام السيوطي، فقال يغير وينسب الناس إلى الغارات، وغالب ما ألف في الحديث والأثار من سرقات ظفر بها في تركة شيخه الإمام بن حجر. واتهم العيني الإمام بن حجر، وما أدرك من الإمام بن حجر، أنه استطاع على شحيح البخاري، وقد لا نتصورها بعدما كان الإجماع سائدا على أنه لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري. وكتب كتاب يعترض فيه على الإمام البخاري وهو مطبوع الآن. وقابله الإمام ابن حجر بكتابه اعتراض الاعتراض، الذي بيّن بأن السارق الحقيقي هو البدر العيني. وقد رجعت لكتابين فاقتنعت بأن العيني كان يغير على أقوال الإمام بن حجر، ولكن عندما يتعلق الأمر وهذه القضية تهم الأستاذ فيصل الحفيان، عندما يتعلق الأمر بقضايا اللغة العربية يتفوق البدر العيني نظرا لمستواه في النحو، وشواهد العيني هي أشهر من أن تذكر في هذا المقام. وحقيقة اتضح لي بأن الإمام العيني عندما يحاجج ابن حجر في القضايا التي أشار إليها في المناقشات اللغوية والنحوية يكون أرجح حجة ويكون أبين في هذا من الإمام الإمام ابن حجر. ولكن مما يخفف من حدة الموضوع أن يكون ادعاء السرقة مبنيا على شبهين من مثل أن يكون المؤلف الثاني متأثرا فقط بالأول. وقد تنبه أحد علماء المغاربة الشيخ الحافظ سيدي أحمد بن الصديق، حيث أشار إلى أن الإمام خليل وما أدرك من الإمام خليل عند المغاربة بنى مختصره على مختصر بن الحاجب، وأن ابن الحاجب إنما كان متأثرا بجواهر ابن شاس، وابن شاس اعتمد على تهذيب البلاذعي الذي كان في أغلب مواقفه متأثرا بآراء الإمام بن القاسم الذي كان أحد رجال المدونة حتى تنسب له. ولا ينبغي التوسع في هذا الباب، لأن التشابه في الموضوع الواحد يفترض فيه وجود قواسم مشتركة، كما نلاحظ عندما نقرأ شروح الإمام مسلم أو إمام بخاري عند الأندلسيين كابن بطال
التوانسة كمن التيني إلى آخره، فإننا نلاحظ وكذلك عند الأبي والنووي، وقد أحسن الذين طبعوا مثل هذه الكتب حينما يجمعون في المؤلف الواحد بين شرحين كالأبي والنووي كمال القاضي عياد، فقد طبعت في تقريبا في كتاب واحد من قديم، ويلاحظ القارئ بأن تشابه إذا لم يحذر فإنه يبعث على شك في أن المتأخر اعتمد على السابق، ولا بأس لأن الدنيا هكذا، ولكن وضع حد فاصل بين مؤلف وآخر إلى حد القطيعة شيء قد لا يكون متاحا. كم انتبهوا إلى جوانب مشتركة بين الأحكام السلطانية لأبي يعلى والماوردي، وإننا عندما نطلع كثيرا على شراح علوم الحديث لابن الصلاح نلاحظ تقاربا بين هؤلاء الشراح، حتى إنهم اتهموا الإمام بولقيني، وما أدراك من الإمام بولقيني، اتهموه بأنه انتفع من إصلاح ابن الصلاح لمغلطاي. وقد انتبهت المرحومة الدكتورة عائشة عبد الرحمن في تحقيقها لمحاسن الاصطلاح، وكانت تجيل الإمام بولقيني ولم تشير إلى هذه القضية نهائيا في تحقيقها، ولكنها حدثتني عنها بصراحة، بل أوقفتني على فقرات في عند مغلطاي تأثر بها تأثرا بالغا. ونفس الأمر عندما نقرأ كتاب تهذيب التهذيب للمزي، فإنه وإن كان قاسيا على مغلطاي انتفع بمغلطاي، يعني انتفاعا كبيرا جدا، حتى يعني يكاد الإنسان يحس بأن مغلطاي كان مؤثرا جدا في الإمام ابن حجر. ونفس الشيء قد نلاحظه عند يقولون عن ابن حجر بأنه رحل إلى صبت بن العجمي، وأنه انتفع بتلك المدونات التي والحواشي التي وضع صبت بن حجر لكثير من القضايا، وهي موجودة في كتب التراجم. وإن كان الحقيقة هذه القضية لعل المحدثين كانوا يتمتعون فيها بحساسة شديدة، كان ينبغي أن تترك للأدباء الذين اهتموا بالسرقات بين الشعراء. وقد روى الإمام الطبراني من طريق ابن عباس في معجمه الكبير قولة عظيمة جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله. والإخوان وهم من المشهود لهم ببراعة التأليف، وأيضا من الذين قد تكونوا كتبهم منتهبة، يحسون بمقدار الألم الذي يشعر به الإنسان الذي يسطى على جهده. ورأينا عجبا، أنا وقفت على رسالة لطالب ليبي وجاءني أحد الطلاب بالرسالة التي نوقشت في السعودية، لم أجد فيها حرفا زائدا على ما في الكتاب،
كتاب المناقش، ورغم أنني حاولت أن أجد له مخرجا إلا أن قرار الإدارة كان قاسيا جدا، فقد طرد ولم يسمح له بإصلاح ولا بأن يعاد تسجيله أو يعاقب معاقبة خفيفة. وكان هذا الرجل جاء بتوصية من المرحوم أبو الأجفان، وبتوصية من هذاك أحد الإخوة السوريين اللي حقق المحدث الفاصل، اسمه محمد عجاج الخطيب، رسالة خطية يزكي الطالب ويوصي به ويستوصي به خيرا، ولكن الطالب كان بارعا جدا لأنه كان شديد الصلة بالمكتبة. أنا مرة قبل المناقشة حاول أن يؤثر علي، وكان يوم جمعة وقدامي قدم لي أحد الأتراك الذين لهم صلة بالتراث العربي، وهو تشيشن أو نعم ماشي سيزيلا تيتش اسمه رمضان تشن وكنا في أثناء الإعداد للموطأ، فجاءني بكل نسخ الموطأ التي توجد في تركيا، صوره عنده همة كبيرة جدا ويعرف هذه الأشياء، بحيث أنا بهرني باطلاعه الواسع. ولكنه عندما أراد أن يكتب رسالة تخلى عن هذه واعتمد السرقة، ولكن أظن أن هذا الحكم القاسي لم يكن موفقا للطالب في بداية حياته، وله صلة بالعلماء كان ينبغي أن نستوصي به خيرا وأن لا نصدمه وأن لا نضيع العلم فيه. وهذه المسألة إذا أراد الإنسان يتوسع فيها سيجد حقيقة أمثلة دالة على أن كثير من العلماء كانوا لا أقول يغيرون على مؤلفات غيرهم، ولكنهم يضعفون عندما يجدون كلمة أو فكرة وتعجبهم فيعشقون أن تنسب إليهم، مع أن نسبة العلم إلى صاحبه باب الأمانة، ويكون الإنسان خائن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيانة الإنسان في علمه أشد من خيانة في ماله. على كل حال ربما 3 أيام أطلنا عليكم كثيرا، فنعتذر لكم إن رأيتم شيئا من التقصير، نرجو أن تتجاوزوه لأنكم أهل الفضل. وأنا سعيد جدا هنا خاصة بحضور الأخ الدكتور عبد السميع، لا عبد السميع أخوك، تكلمت مع الأستاذ قبل حضوركم، كنا التقينا أظن في دبي قبل 5 سنوات أو 6 في رحلة كنت متجها إلى مكة المكرمة في صباح يوم من الأيام. على كل حال، ولكن ما رأيتك في هذه السنة في الدروس الحسنية؟ ها؟
أزال الله الشواغل وهي لنا لقاء أن معكم إن شاء الله السنوات المقبلة. أعتذر لكم وأرجو أن نترك فرصة، نحن تكلمنا لمدة 3 أيام فلا بد أن نستمع يوما واحدا على الأقل، نرجو يتراءى للموضوع. ثم استمعتم الأستاذ، استمعتم لي، إذا كانت هناك ملاحظة تتعلق بالجوانب التي أثيرت نحن مستعدون لإجالة النظر فيها. حقيقة الظرف لم يكن يسمح بمراجعة هذه الرسائل وتذكر الحوادث التي فيها، وكنت أعتقد أنه بالإمكان إفراد هذه المسألة التي تتعلق بالأمانة العلمية كقضية أخلاقية واتصالها بالسرقة، وأشير أن للسيوط كتاب آخر غير كتاب الفارق بين المؤلف والسارق، فيه كذا قطع يد السارق، ها؟ توجد نسخة منه في لوسكوريال، وأظن صورتها الجامعة الأردنية، صورة هذه قطعة صغيرة، يعني رسالة صغيرة جدا، ولكن الذي لم أهتدي إليه هو الشخص المقصود المتهم بالسرقة، لأنه أشار إلى أنه سرق له كتاب خصائص وذكر كتب أخرى كان يسرق منها، ولا أظن أن هذا السارق من البلاد العربية، أظن من الشرق القديم يعني، ولكنه كان من رجال المدينة في أواخر القرن التاسع. المحقق الرسالة لم يهتدي إلى الشخص السارق، وهذه حسنة من حسنة الجهل، لأنه كان سيفضحه، سيشير إلى ترجمته، والحمد لله السخاوي في الضوء اللامح مرات عديدة يشير إلى ما اتهم به معاصره من الإغارة على الكتب والسرقات، وقد عقد فصلا في الجواهر والضرر في هذا الموضوع، موضوع السرقات، يعني كان السخاوي كأنه مكتب الملكية الفكرية للتأليف، يعني كأنه كان في نقابة، يعني يعرف طوائف السراق ويفضحهم، وكانت عبارته فيها الشدة، وهو العجب هو نفسه لم يسلم من أنه اتهم بالسرقة. سخاوي هو نفسه اتهم من قبل السيوطي واتهم من قبل غيره. للسيوطي كتاب اسمه الكاوي على السخاوي، انتقده مر انتقاد، ونحن في المغرب كانت عندنا مثل هذه المناقشات الحادة. أحد المحدثين وهو من عمالقة المحدثين عرف في مصر معرفة واسعة جدا، ولا تزال آثاره إلى اليوم مستمرة عنده أحد طلابه والعارفين بفضله، وهو أستاذ ممدوح كذا. هذا الأستاذ
هو سيدي أحمد بن الصديق. سيدي أحمد بن الصديق قامت مناقشات حادة بينه وبين معاصريه، وكان سريع الغضب ويسرع إلى الاتهام. ومن أشهر من وقع معه في سجال المرحوم الكتاني، صاحب التراتب الإدارية، صاحب الكتب، دخل معه في سجال عنيف جدا جدا، بحيث من الممكن أن يؤلف الإنسان رسالة في هذا الموضوع، موضوع سرقة الكتب. نرجو دعواتكم والشكر لكم أولا وأخيرا، والشكر لهذا المنتدى في استضافته